السلام عليكم، انا جيتكم اليوم الصباح بحضر طبيخة. ما نقول لكم شهي تشهي، طبيخ الفول والقرنون والجلبانة، وفيها الحشيش والنعناع. هذا هو وقتها في الربيع نديروها بيان سيغ. الله الله، مع كسيرة ولا مع خبز الدار، فريمون تجي هايلة. ناكلوا لي ليغوم، سي تري تري بون بور لا سونتي. هذا هو. دونك واش فيها هذا كيما نقولوا شطيطحه ولا جواز ولا فيها الفول بيان سور. انا نقيته هكذا، كاين وين خليته بقشرته كي يكون طري، فيه نحيلو هذاك الخيط. هاوليك شوفو، ندير هكذا ونحي الخيط. وبيان سور فيها الحب، هذا الفول تاع الجنان، فريمون تاع الجنان تاع لوستي. فوالا عندنا جلبانه، انا ما كانتش عندي جلبانه فريش، عندي جلبانه كونجلي، مي كون ميم الفي لافير. عندنا بيان سور قرنون، انا شديت القرنون وسيتو، نقيتو بيان، حكيتو بيان بالقارص وحطيتو هنايا كيما يقولوا لا كونتيتي اللي حبيتو. بيان سور حشيش شربه، هاوليك ربطه وجا ربطه، ندير شويه لداخل، وبعد كي نكمل يطيب الجواز نزيد ندير من الفوق. عندي النعناع، انا نخلطهم لي دو، النعناع حشيش شربه، سي تري تري بون. عندنا بيان سور الملح، عندنا الزيت. انا شفتوني نخلط، نحب نخلط لي دو زويل، سورتو هاد الطواجن تراديسيونيل. عندنا عكري، عندنا ثوم بيان سور، عندنا فلفل كحل، عندي هنا شويه طوماطيش تاع الباطا شويه برك، وعندي الهريسه. انا ما درتش فلفل ادريس اليوم، درت هريسه على حساب واش كاين في الدار. فوالا، دونك واش ندير؟ عندي هذاك الثوم سنينات بيان سور، ندير الملح، ملح شويه هنايا على حساب الطنجره تاعنا. عندي العكري شويه تانيت، انا ندرس كلش. عندي الهريسه هنا على حساب الذوق، عندنا الثوم، عندنا الهريسه، عندنا شويه طوماطيش، عندنا شويه عكري، درت الملح، نزيد شويه فلفل الكحل. شغل هاد لي زانغريديون كامل ندرسهم او ميم طون بشويه زيت باش يندرس ليه. ندير شويه زيت صونغو هنايا شويه، بعد نكمل لو غاست نديرو داخل الطنجره. فوالا، هاي ليكم الطبيخه تاعنا. واش ندير؟ انا نرمي كميشه تاع حشيش شربه ولا حشيش مقطفه ولا، ونزيد شويه نعناع. شوفوا النعناع فريمون يعطيها واحد لو غو فورميدابل، عبالي كل واحد كيفاش يطيبها، مي هذه هي ما فاصون كيفاش انا ندير الطبيخه تاعي. دوك هكذا نخليها تتقلى شويه، نغطيها ونخليها بعقلها شويه، هكذا نمرقها، ما نكترش الماء باسكو كلش راهو يطلق الماء، تو تي فيغ هنايا. ومن بعد غدا نقص لها ونخليها تتجمر. هاني جبت لكم واحد الكسره ولا خبز في الكوشه نديروه في لا كويزينيير، فريمون تري تري ريش اون فيبر، يعني غني بالالياف. واش فيه كامل؟ عندنا هنايا درت انا عبرت، بون نحط هذه لهنا قبل، بون نوري لكم. عندنا كيلا نتاع الشعير، هاوليك انا نشريه ونديه عند لي يرحيوه في مولان تراديسيونيل. فوالا، عندنا كيلا فاغي اون اون بلوتو اون دومي ميزور، يعني نص كيلا نتاع فارينا بلي فيبر تاعها، الفارينا لا فارين كومبليت. عندنا هنا سميد، تحبوا ديروا الموايان، تحبوا ديروا رطب، انا عندي رطب ما عمرتوش بزاف. وشوفوا هنا معايا عندي شويه، واحد ربع مغارف خمس مغارف تاع النخاله، لو سون النخاله تاع القمح. فوالا، واش عندنا؟ عندنا نديرو واحد 50 سنتيليتر تاع زيت زيتون، بيان سور عندنا الملح، عندنا
خميره الخبز، عندنا واحد الدوكوياغا سوب نتاع حليب غبره، وهنايا راكو تشوفوا هنا سي تان ميلونج دو غران، عندنا لي غران دو لا، عندنا الجلجلان، وعندنا السانوتش. هادو هما كامل اللي نديروهم بيان سور نطمو بالماء الدافي. وهنايا نسيت عندنا كوياغا سوب تاع السكر، سي نورمال باش تتفاعل الخميره تاعنا. نبداو بسم الله. عمليك دوك نديرو كلش في البيتخان، اللي ما عندهاش بيتخان تعجن بيدها ولا سي تري فاسيل، يعني ما دومونديش عجين بزاف. بسم الله نبداو. عمليك عندنا هنايا الشعير الفارين تاعو، هنايا مرحي شويه رقيق، تقدروا تبدلوه بالقمح، انا ما رانشري شعير ما رانشري القمح. هاي ليك لا فارين تاعنا كومبليت، هاي تتباع في الاسواق. عندنا هذيك النخاله، تشوفوا هنا الالياف فريمون تجي واحد الخبز، وانا حنديرو في الكويزينيير ما حاش نديرو في الطاجين. هاوليك عندنا السميد الرطب ولا لو مويان كيف كيف، انا خلطنا كامل لي ميلونج. عندنا هادوك زرارع وكامل درناهم كيف كيف. نبداو كاع بلي ساك، عندي حليب غبره انا عبرت هنا زوج مغارف تاع ماكله. عندنا تاني هذيك المغرفه تاع السكر اللي نسيت ما هضرتهاش من قبيله، عن الهويه والخميره لا لوفور تاع الخبز. انا درت هنايا شويه بروده، درت مغرفه ونص تاع خميره تاع الخبز مع مغرفه تاع السكر. فوالا نخلط هذا لو ميلونج كامل اهو. فوالا خواتاتي ندير الملح، كي خلط كامل لو ميلونج هذاك ندير الملح ونبدا نشعل أبتيت فيتاس، هاي فيتاس لبخميات فيتاس، وندير الماء. شوفوا هنايا راك تشوفوا راه يبان الماء لتحت، انا نهبط كامل داك لاجي. شوف ما تخافوهاش، ما تجرى شويه او كونترير، هذه لاباط تحب تجي شويه جاريه باسكو قلت لكم لي فيبر باش ما كيما يقولوا ما تواسيش ما تلبس لكمش لاباط. تري بيان، نعاونو بيان سور لو بيترين ماشي نخلوه وحده باسكو سي كيما يقولوا خشينه الحاله هنايا، ما راهش ميلونج خفيف. هاك بسم الله شوفوا هاي ندلكت شويه، شوفوا انا ما راهيش يابسه بزاف كوميم، راهي شويه جاريه سي نورمال باش تجيني خفيفه، ملي كان ندكسها هكذا تجيني يابسه. دونك هنا واش راح ندير، شوفوا عندي فنيجيل تاع زيت الزيتون، تحبوا ديروا ميلونج تحبي ديروا زيت سونغو كوم هنا درنا كسرة يعني فريمون بلي فيبر نكملو عليها. نفرغ هاديك زيت الزيتون كامل، ها ما تقولوش بزاف، هاي تري تري بيان هنايا دوك يشربها كامل هذاك لاباط هاديك تشربها هكدا. نزيد نخليها تندلك ومن بعد نشوفو. فوالا خواتاتي شوفو نحيناها من البيتخان، هي تلصق شوية لي شوية ان بو ديفيسيل سي نورمال. هاني درت لها شويه فارينه هذيك تاع القمح او فارينه كومبليت بلوتو. وهنايا عندنا وجدت سنيوات درت بابي سولفوريزي لا بابي كويسون، درت له شويه فارينه باش ما تلصقليش، ودوكا نعلمها هكذايا. شوف يتلصق شويه سي نورمال باسكو جاريه كومان، نخدمها شويه غير نحسها بدات تلصق نرميها في ديك الفارينه، نرمدها في الفارينة باش تشوف هكذا، ونحطها هنايا ومن بعد نقرصها كيف كيف لا ميم شوز مع هذه. هاي ديجا بدات تخمر.
بعد نقرصها نفوت في الاولانيه. بسم الله نديرها رقيقه ونخليها تخمر باش ما تجينيش اون ايباسور. وكل واحد كيفاش يحب، كاين اللي يحبها عاليه كاين اللي يحبها شويه رقيقه. انا نديرها شويه كي تخمر هذيك هي تطلع. شوفوا شحال هادو سورتو الكبار عندهم بروبليم دو كولون، عندهم مليحه في رمضان هاو جاي مع الشوربه صدقوني ولا غير هايله، دخل من داك الخبز اللي نشروه من برا ما فيه ني اميليوغوني. هكنا نغطيها ونخليها تخمر نكمل مع لي زوطخ بول. فوالا خواتاتي الطبيخه تاعنا تاع الفول والجلبانه والقرنون هاي ليك. انا درت لها شويه بطاطا مع الاخر كي قريب الطيب واحد اون دو مينوت درت لها شوفوا الحشيش مع النعناع اللي بقالي من الاخر. شوفوا كيفاش طابت هنا المريقه تجي مجمره ما تجيش فيها المريقه بزاف. درت معاها اي سلاد نسقيها بشويه زيت زيتون انا نحبها هكذا ابان. فوالا وعندنا الكسره هاي ليكم الكسره ها ملي شوفوا ها شوف فريمون طريه سي بور سا خليناها جاريه انا ما يبستهاش نحبها باش تجيني خفيفه هاي تري ريشون فيبر تجي هايله مع هاد الجواز. ها ملي جاوني ثلاث خبزات كيما شفتوني درت لكم في الوصفه. واللي حبت تزيد وصفات اخرين شابين ودوموندي واش تحبوا هذه هي. ونخليكم مع الطبيخة ونقول لكم بصحتكم وشهدكم بالجنة إن شاء الله ويعطيكم الصحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.